متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير. تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ولكن بقليل. كما يتوقع يطرأ انخفاض على درجات الحرارة الملموسة أو المحسوسة. هذا وتغطي السماء اليوم كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، ويحتمل هطول بعض من هذه السحب زخات محلية من الأمطار، ولكن بشكل محدود بوجه عام. الرياح اليوم تكون ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، لكنها تنشط على فترات، الأمر الذي يؤدي إلى أثارة الغبار في المناطق الصحراوية. في خليج العقبة يكون الطقس بوجه عام معتدلا، والرياح جنوبية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج. خلال ساعات الليلة القادمة يكون الطقس باردا بوجه عام في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتبقى الاحتمالية قائمة لبعض من الزخات المحلية من الأمطار في بعض المناطق المحدودة. الرياح الليلة القادمة تكون جنوبية شرقية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت. أترككم الآن مع درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار هذا اليوم، وحالة الطقس في مدن ومحافظات المملكة، ودرجات الحرارة الصغرى الليلة القادمة.